السائل هنا يقول: قال شيخ صوفي لا تجوز صلاة الجمعة للغريب إلا إذا أقام 4 يوم في القرية. طيب إخواننا، صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال صلاة الجمعة لا تجوز ولا تصح من المسافر، وهذا القول استند على قياس وقول ضعيف، والراجح والله أعلم أن المسافر عنده الرخصة، عنده الرخصة ما دام هو في حكم المسافر إنه يصلي الجماعة الجمعة يعني أو يصليها ظهرا، عنده الرخصة باعتباره مسافرا. لكن يا أخواننا، حتى المسافر علامة ابن باز رحمه الله تعالى يقول: لو كان منفردا، براو يعني ما معه ناس ثاني، إذا أنتم جماعة يجوز لكم أن تقيموا الجماعة ولو في البيت، مش الجمعة، الجماعة، تقيموا الجماعة صلاة ظهر صلاة عصر صلاة مغرب تقيموا ولو في البيت، باعتبار أنتم مسافرين ما يجب عليكم الجماعة. لكن ما دام أنت منفرد في بلد فالأفضل في حالك أن تشهد الجمعة مع المسلمين، هذا الأفضل، أنه تشهد الجمعة مع المسلمين وهي جائزة حتى ولو كنت مسافر، هي جائزة، هذا على الراجح من قولي أهل العلم. أما تحديدا بأربع أيام أو بغير 4 أيام، القول ده موجود عند بعض أهل العلم، لكن القول ده أخواننا ضعيف. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: الإنسان عنده حالتين، إما مسافر أو مقيم. 2، أنت يا مسافر يا مقيم، بعد ذاك لو مسافر السفر ده عندك حكم المسافر ولو جرت 4 يوم ولا شهر ولا شهرين. أنت مسافر مثلا مشيت الذهب، أنت دار تشتغل دار تطلع ذهب وما عارف حتقيم كم أنت، لأنه ممكن أول يوم تلقى لك حاجة كده جامدة بتاع الذهب تشيله وتفوت، أنت ما عارف حتقيم كم. فأنت جالس هناك فترة هذا العمل ولا تدري كم تقيم، ففي الحالة دي ممكن تقعد أسبوع، ممكن تقعد شهر، شهرين، 6 شهور، 3 سنوات. في كل الفترة دي أنت حكمك حكم المسافر، حكم المسافر، تقصر الصلاة وتجمع، الجمع يكون للحاجة فقط، الجمع للحاجة، لكن القصر لابد تقصر وهو السنة القصر، تقصر الصلاة يعني رباعية بصلاة 2. فإما تكون يا أخواننا شنو؟ مقيم ولا مسافر. لكن بعض أهل العلم عندهم إذا أنت قاعد لك في بلد معين وقاعد فيه زي شهر تقعد 4 يوم، بعد ال4 يوم دي يكون حكمك حكم المسافر المقيم، وأنت أصلا ما مقيم، أنت مسافر راجع، فعشان ما تتلخبط كثير، إما أنت نويت الإقامة خلاص أنت مقيم في أم طرطارة، ولا مقيم في الخرطوم، مقيم هناك خلاص دمح إقامتك تصلي كامل، عندك أحكام المقيم. أنت ما مقيم، لا لا جاي وراجع، حتى ولو طالت الفترة أنت مسافر، لك كل أحكام المسافر. نعم، لو في سؤال مباشر يا أخوان الناس تسأل ما في مشكلة، لو ما في بجاوب الورق. نعم، طيب القصر يا أخواننا ما محدد بمدة معينة زي ما ذكرت لك، القصر للمسافر يقصر ما دام هو مسافر، يعني ما دام ما نوى الإقامة. أنا مثلا جيت هنا عندكم في البلد دي ودائر أعمل لي محاضرات أو دروس أو دورة علمية، قعدت أسبوع لقيت إنه الناس مستفيدة والناس متمسكة بالعلم، جلست معاهم شهر وماشية المدة ماشية، في كل الفترة دي ما دام أنا ما نويت الإقامة ما بقيت خلاص مواطن من المواطنين في أم طرطارة، خلاص
استغريت، سويت لي غرفة بجاي وكذا وجبت أولادي، ما استغريت أنا. ما دام ما استغريت أنا مسافر. ما دام مسافر تقصر الصلاة الرباعية لحد ما أنت إما تنوي الإقامة بقيت خلاص مواطن في البلد دي أو شنو؟ وتسافر ترجع. ففي كل الفترة دي أنت شنو؟ أنت باعتبارك مسافر، وده الراجح اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ونصر الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله سبحانه وتعالى.